الدكتور مصطفى دبوان الجمهورية اليمنية. طبعا الفرصة تبادل الخبرات بين أطباء القلب اليمنيين وأطباء القلب المصريين، أطباء جميع أنحاء العالم تخصص القلب والباطنية، وفرصة سعيدة للتعرف على شخصيات جديدة والتعرف على الحاجات الجديدة والأب تو ديت في الكارديو والأب تو ديت في الإيكو والبي سي آي، جميع التخصصات التي تخص التي الفرعية للقلب وما إليه. شكرا جزيلا.